السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف نقوم بتحليل أداء الدولي المغربي قلب الدفاع نيف أكد مع فريق ويستهام ضد فريق غينت في بطولة الدوري المؤتمر الأوروبي. سوف نتعرف على كل ما قدمه اللاعب نيف أكد في لقاء اليوم وما هو التقييم الذي حصل عليه أكد في لقاء اليوم. قبل البدء في التفاصيل والدخول في صمود والتحدث عن نايف، أتمنى منكم ألا تنسى الاشتراك لايك الفيديو تلقاكم جديد ونبدأ في التفاصيل أكثر. نايف شارك أساسي في تشكيل فريق ويستهام ومدربه دافيد موس. طبعا للأمانة قدم مباراة رائعة وجيدة، شدد 4 كرات، اعترض لكرة واحدة، التدخلات ناجحة بنسبة 50%، كسب الالتحامات الأرضية بنسبة 100%، وكسب الالتحامات الهوائية بنسبة 50%. هذه إحصائيات على المستوى الدفاعي، إحصائيات رائعة وجيدة وتثبت أنه كان في المستوى الدفاعي المطلوب وكان في الفورمة الدفاعية الرائع والتركيز طول أطوار اللقاء بشكل جيد وبصورة ممتازة في مباراته اليوم. ونيف أكرت سجل هدف في الشوط الأول ولكن ألغي بداعي لمس يد على نيف أكرت في منطقة الجزاء الخصم، تحصل على تقييم 6.8 كتقييم على أدائه وعلى مردوده. للأمانة قدم مباراة جيدة على المستوى الدفاعي، افتك العديد من الكرات وافتك العديد من المحاولات وقدم مستوى جيد. للأمانة أتمنى أن يستمر في هذه الوتيرة مع فريق ويستهام، لأنه في مباراة يكون جيد وفي مباراة ينخفض مستواه، وهذا شاهدنا في الدوري الإنجليزي الممتاز في الأسبوع الماضي. أتمنى أن يستمر في هذه الوتيرة، وهذا هو كل شيء بخصوص نايف، وإلى اللقاء.